لمناسبة عيد الاستقلال كرم مشروع هومان جاردن في الشبانية وكلنا عمل للبنان رموزا مميزة في لبنان في المجالات الفنية والثقافية والرياضية والإعلامية وإطلاق المشروع البيئي الأول في المتن الأعلى. وتقدم المكرمين وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد المرتضى ممثلا بالفنان جهاد الأطرش والمديرة العامة لتلفزيون لبنان الأستاذة فيفيان لبوس ونقيب الفنانين نعمي بدوي ونقيب الموسيقيين فريد أبو سعيد وممثل نادي الروتري جعفر عبد الخالق وفعاليات فنية بيئية واجتماعية وحشد من الحضور. يتوجه معاليه إليكم شاكرا دعوتكم الكريمة ومعتذرا عن عدم الحضور لأسباب طارئة، متمنيا لكم هوم أند جاردن الشبانية وكلنا عمل للبنان التوفيق والنجاح والاستمرار، ومباركا للمكرمات والمكرمين من فنانين ومثقفين ورياضيين وإعلاميين. وشعاركم هو شعار الوطن، الوفاء للأرزة ثابت لا يتغير. نحن بمواقفنا ما في محل للانهزام والاستسلام والانكسار، لأنه نحن مكملين. ونحن بلشنا اليوم بإطلاق هذا المشروع ورح يكمل هذا المشروع مع السنين اللي جاية وما رح يوقف، لأنه نحن مؤمنين بهيدي الأرض وبهيدي الشعب، نحن مؤمنين بهيدي المنطقة والاستثمار فيها، ونحن مؤمنين بنهضتها وبمستقبلها. شرفتني الأستاذة فيفيان لبوس أنه استلم عنا هالتكريم، وأنا أكيد لو كانت موجودة هلأ معنا كانت قالت بشرفني وجودي بين هالمبدعين، بس أنا عم بعمل شغلي وبس وبكل ضمير. سيدة حديدية، من حسن حظنا بتلفزيون لبنان انه هي على رأس الإدارة بهذا الظرف العصيب، لأنه بتشتغل بقلبها، موظفي لبنان تلفزيون لبنان بضميرها، وبتشتغل بمبدأ الوفاء للأرزة. الوفاء هالعمل الصعب بهالأيام بس بعده موجود. هيدي الثقافة فقدناها للأسف بفترة اجتياح المافيا والعصابات اللي احتلت لبنان وحولت المفهوم عند الشباب لمحل آخر مختلف. إن شاء الله يا رب هالعوب هالأزمة اللي عم نمرق فيها نرجع نحن لهالعودة، نرجع لحتى نؤمن بالأرض، أنه كلنا بدنا أنه ينهض لبنان من كابوتو. يعني خلص بكفي هالتراجع اللي صار بالسنين الأخيرة، لازم كلنا نتساعد ونحط إيدنا بإيد بعض حتى يرتفع لبنان لفوق ويرجع يسمو. أنا شخص كان إلي الشرف أني خدمت مجموعة اسمها الاتحاد ومن خلالها كل منتخباته، وبهالأيام العصيبة اللي لبنان كان عم يمرق فيها ولا يزال، حبينا أنه نمشي عكس السير ومثل الأرزة نكون متجذرين بالأرض بعيدا عن أي استسلام. وهيدي المناسبة حتى نزرع شجر. برأيي أنا كتير هذا الموضوع يعني بالنسبة لي أولوية أنك تزرع بلبنان. وأنا عم بتكرم عن دوري بمسرحية تعارفه. مسرحية تعارفه هي للمخرج يحيى جابر، ومسرحية بتحكي عن كتير قصص بسيطة نحن بنمرق فيها ومنعاني منها بالحياة اليومية بهالبلد. وتعارفه هي لأن نحن كنا من 18 شاب صبي من مختلف الطوائف، وقدرنا نتعرف على بعض بفترة قصيرة على مسرح وعملنا من قصصنا مسرحية. وفي الختام قدمت الدروع التذكارية لكل من البروفيسور الأب يوسف مونس واستلمها جورج مونس والمديرة العامة لتلفزيون لبنان الأستاذة فيفيان لبوس والدكتور زاهي حلو والدكتور فادي حلو والنقيب البدوي والممثلة تألة شمعون والفنان غسان صليبة والأستاذ جو رحال والأستاذ شرب الرزق والممثل حسان سويد سنتو وبطل السباقات والراليات روجيف غالي والإعلامية ريمان ضو.